بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والمشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا في هذه العصرية الرمضانية الجميلة والحارة بنفس الوقت، ونحب نكون ياكم بالدقائق القادمة مع موضوع مهم جدا من المواضيع اللي تربط الصفوف الرابع والخامس والسادس الإعدادي ربط وثيق، خلينا نقول لأنه مواضيع مشتركة. So today's topic will be about reported speech. So reported speech, we'll try to understand what is it and why we need to use it and how can we make sentences in the reported speech. يعني اليوم راح نحاول نفهم what is it, شنو هو ال reported speech and why we use it، لأنه مهم جدا أني أعرف ليش أستخدم ال reported speech. Now let's try to explain in brief what is meant by reported speech. خلينا نحاول نشرح وباختصار شديد شنو المقصود بال reported speech. ال reported speech واحد يقول لي شغلة فالثاني يسألني شو قال لك أحمد، أقول له أحمد سألني كذا كذا، هذا هو ال reported speech. ومن عنده اشتقوا مهنة ال reporter اللي هو شنو الصحفي، أوكي الصحفي أو ناقل الأخبار اللي يسمونه reporter. إذن reported speech. So today we will try to focus on few things, on part of it. يعني راح نركز على أشياء مختصرة من ال reported speech، يعني قسم من عنده. راح نركز على statements اللي هي الجمل العادية والquestions والأسئلة، وراح نترك موضوع الorders الأوامر والcommands. أيضا تجي بمعنى الأوامر، وإذا صار عندنا وقت هم نتطرق للrequests. أوكي requests اللي هي requests اللي هي الطلبات المهذبة إن شاء الله بحلقات قادمة. So let's go back. Statements. What do we need for statements to make them reported? Now, نحتاج هذه الأفعال، أما told أو said. Said دائما يجي وراها that، والذات شو يقولون عليها optional. الذات شنو optional، لذلك يكتبوها بين two brackets بين قوسين، ليش؟ لأنه خيارية، بكيفي أكتبها أو ما أكتبها، بكيفي، لذلك يسموها optional. بعد told، told اختلافها عن said هو راح يتحقق من خلال الأمثلة. أفضل أنه نعرف الفرق بين استخدام said و told من خلال الأمثلة. خلنا نلاحظ هاي المثالين. I am tired. I am tired. I'm tired. She said. She said. Okay. هاي الجملة هي قالت أنه أني أو أنا متعبة. إذن الـ I المن تشير؟ واضح؟ هذا مهم جدا أفهم إشارات وال references. I mean the meaning of pronouns. I have to understand what each pronoun refers to. لازم أفهم شنو كل ضمير يشير إلى شنو بالجملة. المن ينوب، عن من ينوب. أوكي ليش؟ لأن راح أستغله بتحويل الضمائر، واحدة من الأشياء المهمة بال reported speech. شيء مهم جدا جدا اللي هو ال pronouns. Okay, will tense. خلينا نقول tenses. الضمائر والأزمنة، ليش؟ لأن كلاهما راح يتعرض إلى التغيير والتحويل. Okay, نخلي هذا ببالنا. واحدة من النقاط الأساسية هي الوقت. Pronouns, the changing of pronouns, تحويل الضمائر. And tenses, the changing of tenses. نعود لموضوعنا. إذن I am tired, she said. هي قالت أنا متعبة. شلون أحولها إلى reported speech؟ أول خطوة قلنا نفهم الضمائر. الـ I المن يشير إلى she. إيش راح أقول؟ راح أكتب التحويل هنا. We're gonna use different color. I'll try to find a different color. Yes, I got a different color. That's the different color. Okay, راح أكتب الجملة هنا. She said. That كيف يكتبها أو ما أكتبها؟ خلي نكتبها. She said that ال I المن تشير إلها نفسيتها. That she. Okay. هنا أول تغيير راح نسوي بالأزمنة، نرجع خطوة للوراء.
يعني أي زمن يكون عندي مثلا present simple هنا خطوة للوراء مالته شنو past simple. بعدين إن شاء الله إذا أسعفنا الوقت راح نسوي table with the tenses changes. أوكي بتغيير الأزمنة. زين إذن عندي جملتي هي بالpresent simple إيش راح تتحول هنا بالreported statement راح تصير past simple. شنو الباست مال الـ am she was أو أكمل tired. بعد شي حذفنا إذا منتبهين اللي نحذف بعد بالreported statement بالجملة الجديدة اللي هو quotation marks علامات الاقتباس ما أحتاجها بعد. هو أن شنو ليش الغاية من رفع علامات الاقتباس هو الآتي من أقول I am tired هذا الـ exact words هاي كلماتها المحددة يعني بالضبط هي إيش قالت بس أني من حولته إلى الكلام المنقول كلام المنقول ما يحتاج بعد أقول قالت إنه هي تعبانة إنه هي متعبة هي قالت إنه هي متعبة شنو الاختلاف هم الآي مو موجود لأن عوضت عنه بالضمير شي وبعد الآم صارت was لأن رجعنا خطوة للوراء واضح إن شاء الله زين نأخذ المثال اللي بعده أحمد told me أو told Ali I was out on Sunday إذن شنو الفرق بين told و said بعد told يجيني أما object pronoun يجيني أما ضمير مفعول به أو يجيني اسم علم أوكي واضح يعني ما يجيني ضمير ماكو ما يجيني مثلا أحمد told she ما يجيني ضمير فاعل يجيني ضمير مفعول به أو اسم علم هاي شوية ندقق بها الملاحظة زين أرجع اللي هنا أنا عندي هم ضمير ما دام عندي ضمير لازم كون أني أراعي وأفهم الضمير هذا لمن يشير أوكي إذن أحمد told me I was out on Sunday منو كان خارج يوم الأحد منو كان هو أحمد مو أني ولا علي ليش لأنه منو اللي قال أحمد إذن أحمد هو الضمير هذا مهم جدا أعزائي الطلبة إنه نفهم الضمير لمن يشير ليش لأن أني راح أحتاج أستبدله ما راح يبقى عندي I ليش لأنه الI لازم تقلب إلى ضمير ضمير فاعل جديد زين نكتب الجملة هنا أحمد خلينا نقول told علي he هنا عندي يا زمن was هذا يا زمن زمن ال past simple past simple احنا شنو القاعدة الأساسية we move step back نرجع خطوة للوراء بالزمن هنا كان عندي مضارع بسيط صار ماضي بسيط إذا ماضي بسيط شو يصير yes good if you guess what I'm gonna say اللي خمن اللي راح أقوله ف well done good job you did well شرح نكتب راح يصير past perfect لأنه خطوة للوراء للماضي البسيط هو الماضي التام شلون يتكون الماضي التام من had زائد التصريف الثالث للفعل المستخدم بالجملة شنو التصريف الثالث للفعل was هو been he had been out on Sunday وننهي الجملة شنو اللي تغير عندي بعد أيضا علامات الاقتباس الـ quotation marks ما احتاجها بعد ليش انه صار كلامي مو كلام مباشر هنا صار كلام منقول اوكي اتمنى يكون هذا شرح مبسط وواضح لكم فيما يخص الـ reported statements اوكي الجمل المنقولة زين ننتقل الى الاسئلة as you know guys as you know مثل ما تعرفون questions we have two types عندنا نوعين من الاسئلة اوكي نوعين رئيسيات ها ال WH word questions ال WH word questions الاسئلة اللي تبدي بكلمة WH وشن نسميهن yes no
questions، الأسئلة اللي يكون جوابها يبدي بيس نو questions، وش وقت الجواب السؤال يبدي بيس نو يس، إذا بدأ بفعل مساعد. Now let's have a look at those two questions. يسأل واحد where did you go؟ ها فاتنا إنه نقول نحتاج يا فعل حتى نسوي السؤال المنقول أو نحول إلى الكلام المنقول بالأسئلة، نحتاج الفعل asked. و asked بالضبط نفس استخدام told، هم يجي وراء لو ضمير مفعول به أو اسم علم. أوكي؟ يعني ما يجي وراء ضمير فاعل، يعني ما يصير he asked he أو he asked she أو he asked they. This is not acceptable and this is incorrect. نعم، خلينا ناخذ المثال. Where did you go? To school. The teacher asked me. Okay. أيضا عندي ضمير. Okay. الضمير بالسؤال لازم أفهم لمن يشير. الضمير بالسؤال يشير إلى الموجود بعد asked. أعيد. الضمير بالسؤال عادة أو في الغالب يشير إلى اللي موجود بعد asked. يعني asked. شنو؟ إجا وراها مي يعني يشير إلي، يعني إيش راح يتحول هذا؟ Where did you go to school؟ خلينا نكتبه هنا. أيضا إيش راح نسوي؟ خطوة الأولى إذا عندي الأفعال do, did, does نحذفها. أوكي ليش؟ أنا ما أحتاجها بعد، ومن أحذفها إيش أسوي؟ أجر التغيير على الفعل الرئيسي. إذا عندي did يتحول الفعل الرئيسي what إلى ال past. أوكي. وإذا does إلى ال present، وإذا do أيضا present. خلينا نشوف شو راح يصير. The teacher asked me، هذه تنزل كما هي بدون أي تغيير. Okay, the teacher asked me where. إيش قلنا اليو؟ عن من تحكي؟ عني أني. ف where I. زين، هذا يا زمن. Past simple حسب القاعدة إحنا لازم نرجع step back. إذا إيش راح يصير عندي إذا past simple؟ راح يصير مثل ما سوينا مع ال told. Okay، راح يصير past perfect. إذا where I had gone to school. زين، اكو شيء اختفى من ال reported question اذا منتبهين، هم ال report ال quotation marks وهم ال question mark ما راح احتاجها. ليش؟ لانه حولت السؤال هنا إلى شلون جملة أو عبارة. أوكي، عبارة يعني ما بقى سؤال. أوكي، نروح للثاني. هسا هذا كل ما يخص الـ WH question، شفت التغييرات؟ حذفنا do did does إذا موجودة، زين، وقدمنا الفاعل على الفعل، ورجعنا بالزمن خطوة للوراء. زين، نروح للـ Are you sick اللي هو الـ Yes No question. ننتبه على الزمن، ها، وهم عندي ضمير. ننتبه هذا الضمير لمن يشير؟ ايش قلنا احنا اذا تتذكرون هسه قلناها؟ قلنا الضمير دائما يشير لمن؟ للمذكور بعد asked. اوكي، اللي هو مي. اذا احمد، اذا خلينا نقول هنا أنا احمد. اوكي، خلينا نغير مي شويه. هسه اليو تشير الى احمد، شلون راح تتحول اليو؟ خلي نكتبها وين؟ راح اكتبها، نمسح السكول واكتبها هنا. Okay. Two. راح زين. شو راح تصير؟ My friend asked أحمد. هناش عندي yes no question. Yes no question يعني إيش أحتاج؟ أحول السؤال اولا الى، يعني استخدم if حتى ايش اسوي؟
حتى أخلي أقدم الفاعل على الفعل. أولاً if خليها بالبداية. زين، خطوة ثانية أقدم الفاعل على الفعل. قلنا اليو المن تشير إلى أحمد، بيش أعوض عن أحمد؟ أوكي؟ إذن my friend asked أحمد if he، ليش اليو صارت هي؟ لأن اليو تشير للمذكور بعد asked، والمذكور بعد asked هو أحمد، شعوض عن أحمد بضمير فاعل مناسب اللي هو هي. زين، الزمن شنو عندي؟ present simple، لازم step back، أرجع خطوة للوراء، خطوة للوراء بال present simple اللي هي شنو؟ past simple. شنو ماضي ال are؟ هو شنو ماضي ال are؟ راح يصير where، بس أنيش عندي؟ عندي هي. أقدر أستخدم الـ where مع الـ he؟ No. إذن شوفوا أعزائي الطلبة شلون يعني لازم أكون دقيق بالتحويل مال الأفعال والضمائر وهذا، ليش؟ لأن كلها مرتبطة. لا تقول لي إنه أنا عندي are لازم أكتب where. No. This is unacceptable. ليش؟ لأنه هذا يعتمد على الفاعل اللي راح أكتبه أني بعد if. If he was okay sick. وأنهيها. زين؟ همشنا الكوتيشن ماركس وهمشنا علامة الاستفهام. راح نقول انه هذا كل ما يخص موضوعنا اللي هيئناه، موضوع حلقتنا اللي هيئناه لكم لهذا اليوم اللي يتعلق بالreported speech. شرحنا اليوم الستيتمنتس واستخدمنا الافعال told و said، وقلنا الفرق بين told و said. told يجي بعدها object pronoun واسم علم، والsaid يجي بعدها ذات، واحنا مخيرين انه نكتبها او ما نكتبها. زين، قلنا الاسئله تقسم قسمين، ال WH questions، الاسئله اللي تبدي WH word اللي هي what where why how many how often، وال yes no questions السؤال اللي يبدي فعل مساعد. التغييرات المهمه جدا اللي لازم انتبه لها هي الضمائر والتحويل الزمن. الضمائر عاده وين القي وشلون احدد؟ الضمير اللي عندي بالجملة هو عادة اللي مكتوب بعد الفعل asked أو المكتوب بعد الفعل told. أوكي؟ فانتبه حتى أفهم شلون أحول. بالعادة إيش أحتاج أني؟ ضمير فاعل عن الضمير اللي موجود هنا، يعني you وأحمد شو تصير؟ he. you وليلى شو تصير؟ she. وهكذا. أوكي؟ هذا كل ما يخص أعزائي الطلبة والمشاهدين موضوع حلقتنا لهذا اليوم. أتمنى أنه يعني نكون قد أوضحنا بعض من الغموض اللي يحيط بموضوع الـ reported speech. إذا عجبنا الفيديو نضغط لايك، وإذا تحبون نسوي سبسكرايب بالقناة، نشترك بالقناة حتى يوصلكم كل فيديو جديد. والآن يتجدد لقاءنا بكم، أقول لكم في أمان الله وحفظه، تحياتي عقيل كظوم البديري، باي.